الضوئي. في الوثيقة 1775 لدينا تجربة أجريت على ورقتين، إحداهما معرضة للضوء والثانية غير معرضة للضوء. ظاهرة التركيب الحيوي التي تقوم بها النباتات الخضراء التي تحتوي على اليخضر هي ظاهرة حيوية يتم فيها تحويل طاقة الشمس، طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية في المواد الغذائية وفي المادة العضوية. أيضا على ما فوق بنية هذه الصانعة الخضراء التي هي مقر عملية التركيب الضوئي. لدينا الوثيقة 1 صفحة 177 حيث نلاحظ بنية وما فوق بنية الصانعة الخضراء ملتقطة بالمجهر الإلكتروني. طبعا لأن الصانعة الخضراء لا يمكن أن نتعرف عن مكوناتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني. إذا من الشكل الخارجي يبدو أن شكل الصانعة الخضراء وهذه العضية الصغيرة قرصي أو بشكل قرص أو بشكل عدسي. إذا دخلنا إلى الداخل سوف نلاحظ، أو من الخارج إلى الداخل سوف نلاحظ أنها محاطة بغلافين، أي أن غلافها مضاعف، وهي من العضيات الخلوية التي تحتوي على غلاف مضاعف كالنواة وكالميتوكوندريا. لاحظ أن النواة والميتوكوندريا فيها غلاف هيولي مضاعف، بعكس مثلا الشبكة الهيولية الداخلية هي فيها غلاف مفرد. إذن يحيط بها غلافين، عندنا غلاف خارجي يحيط بكل مكونات الصانعة الخضراء، وعندنا غلاف داخلي يحيط بالمادة الأساسية للصانعة الخضراء أو بالستروما أو الحشوة، كلها نفس المعنى، يعني يحيط بستروما أو بالمادة الأساسية. نلاحظ هناك صفائح عرضية أو صفائح أفقية تقسم الحشوة أو تقسم الهيولة، هي تسمى بالصفائح الحشوية بحيث تكون أفقية إذا قرناها بشكل هذا القرص اللي هي الصانعة الخضراء. كما نلاحظ فوق الصفائح الحشوية مجموعة من الكويسات المتراكبة فوق بعضها البعض، كل كويس يسمى بالتيلاكويد، بحيث تكون تيلاكويدات متراكبة فوق بعضها البعض بشكل كويسات أو بشكل أطباق، تسمى كل مجموعة كاملة من هذه الكويسات بالجرانا أو البذيرة. نلاحظ أن في الصانع الخضراء داخل الحشوة نجد العديد من الجرانا أو العديد من البذيرات. أيضا نجد داخل الحشوة حبيبات نشوية، نجد أيضا الريبوزومات، ونجد جزيئات أديان. ربما البعض منكم يتساءل لماذا جزيئات الأديان؟ لأن هذه جزيئات الأديان هي تحمل المعلومات الوراثية التي تشفر للأنزيمات التي تحتاجها الصانعة الخضراء في عملها، يعني في عملية التركيب الضوئي أو في مراحل عملية التركيب الضوئي. لأن تفسير ذلك أن وجود الريبوزومات مع جزيئات الأديان يعني أن هناك عملية تركيب أنزيمات وتركيب بروتينات التي تحتاجها الصانعة الخضراء. الميزة البنيوية للصانعة الخضراء هي أنها ذات ميزة حجي أو ذات بنية حجيرية، يعني كأنها مقسمة. لذلك ربما يطرح هذا السؤال وقد طرح في أحد البكالوريات، أن ما هي خصائص التي تعطي الميزة البنيوية التي تعطي الميزة الحجيرية للصانعة الخضراء؟ نلاحظ أن الصانعة الخضراء فيها العديد من الفراغات. هناك الفراغ ما بين الغشائين الخارجي والداخلي تعتبر حجرة، كذلك داخل الحشوة، الحشوة أيضا هي تعتبر حجرة لأنها تجويف وهي مقسمة بصفائح حشوية. كذلك داخل تيلاكويد، تيلاكويدية كويس، عندنا تجويف التيلاكويد أيضا يشكل يكون أو يعطي البنية الغرفة أو يعطي الميزة الحجيرية بشكل حجرة. أردنا أن نتعمق أكثر في دراسة الصانع الخضراء يجب أن نعرف التركيب الكيميائي للصانع الخضراء، حيث نجد أن هناك مكونات عديدة متنوعة جدا، حيث نجد مكونات تشكل لنا غشاء التيلاكويد ومكونات تشكل لنا الحشوة. يبقى مكونات الغشاء الخارجي أو مكونات الغشاء المضاعف هو نفس مكونات الغشاء الهيولي، لذلك ليس يعني لا جديد في ذلك. لكن هناك الجديد أين؟ في تركيب التيلاكويد هو غشاء الكويس وكذلك في الحشوة. ما هي مكونات التيلاكويد؟ تتكون غشاء التيلاكويد من أصبغة اليخضر، يخضري كلوروفيل، كذلك أصبغة أخرى هي أشبه الكاروتينيات أو أشبه الجزرين، هي أصبغة أيضا تتدخل في النظام أو في العمل في التركيب الضوئي. نجد أيضا نواقل الإلكترونات والبروتونات موجودة في غشاء التيلاكويد. أيضا نجد نوعان من الأنظمة الضوئية، عندنا النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني، راح نتعمق في دراسة كلا النظامين. كذلك عندنا أنزيم الأتيبي سانتيتاز أو الكرية المذنبة، وهو أنزيم مميز جدا، بنيته مميزة جدا، وهو أنزيم صناعة الأتيبي، أنزيم صناعة الأتيبي. بالنسبة لمكونات الحشوة سوف نجد مكونات أخرى
لا توجد في غشاء التلاكويد، نجد أن الحشوة تحتوي على مواد أيضية تدخل في عملية التركيب الضوئي. المواد الأيضية هي مواد ضرورية في التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث في الصنعة الخضراء. ماذا نقصد هنا بمواد الأيض؟ الأيض هي كل التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل الخلية أو تحدث داخل الكائن الحي، ونسميها بالميتابوليزم أو الأيض نفس الشيء، حيث نجد تفاعلات الهدم وتفاعلات البناء، يعني نجد الأنابوليزم والكاتابوليزم. التفاعلات الأيضية، تفاعلات الهدم والبناء، هي تفاعلات تحتاج مواد لكي تكون هناك تسلسل لهذه التفاعلات الكيميائية. المرافقات الأنزيمية اللي هي الناد بي والناد بي اش اش زائد، دائما إذا كانت عندك أنزيم وعندها مرافق أنزيمي اعرف أن هناك تفاعلات أكسدة وإرجاعزها قاعدة. إذا كان عندك مرافقات أنزيمية يعني ترافق التفاعل الأنزيمي، تكون مع الأنزيمات، هي ليست بأنزيمات، هي مركبات أخرى، هي تستطيع أو تكون أو تتدخل عفوا في تفاعلات الأكسدة والإرجاع. أيضا راح نجد الأنزيمات مثل أهمها أنزيم الريبسكو أو الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز، هو من أهم الأنزيمات الموجودة في الحشوة. أيضا راح نجد مادة الـ ATP والـ ADPZPE، هي الأدينوزين تريفوسفات أو ثلاثي الفوسفات. أيضا عندنا الأدينوزين ADP، الأدينوزين ثنائي الفوسفات ديفوسفات، بالإضافة إلى الفوسفات اللا عضوي. ماذا يمكن أن نستنتجه من التركيب الكيميائي للصانع الخضراء خلال مقارنة التركيب الكيميائي للتلاكويد ومقارنة التركيب الكيميائي للحشوة؟ نستنتج أن هذا الاختلاف اللي هو أن لا يمكن أن يكون هناك تشابه في مكونات كل الحشوة وغشاء التلاكويد، وهذا التنوع في التركيب الكيميائي، نستنتج أن هناك أو كل من الغشاء التلاكويد وكل من الحشوة يلعب دور مختلف. الاختلاف في التركيب الكيميائي، اختلاف تركيب الحشوة عن غشاء التلاكويد، هذا يدل على أن الدور الذي تلعبه الحشوة والمادة الأساسية يختلف عن الدور الذي تلعبه أو يلعبه غشاء التلاكويد. أيضا هنا نستنتج أن هناك مراحل في عملية التركيب الضوئي، لأن هناك مكانين مختلفين، هو غشاء التلاكويد وعندنا الحشوة أو المادة الأساسية، كل منها عندها دور مختلف، أكيد هناك مراحل في عملية التركيب الضوئي. الآن إذا تعمقنا في البنية بعد ما عرفنا التركيب الكيميائي لغشاء التلاكويد، سوف نجد أن الغشاء التلاكويد يحتوي على نظام ضوئي أول ونظام ضوئي ثاني. هناك وثيقة سوف نتعرض لها، هي الوثيقة 2. النظام الضوئي الأول ونظام الضوئي الثاني متنوع التركيب، هو عبارة عن معقد بروتيني زائد أصبغة، يعني معقد بروتين زائد مجموعة من الأصبغة. أيضا سوف نجد نواقل الإلكترونات ونواقل الإلكترونات والبروتونات، هناك نوعين، نواقل الإلكترونات ونواقل الإلكترونات والبروتونات عفوا. نواقل الإلكترونات هي عبارة عن بروتينات طبعا، وهذا سبب على شيء توجد في الغشاء التلاكويد، لأن النواقل التي درسناها سابقا، مثلا النواقل التي توجد في الاتصال العصبي اللي هي القنوات الأيونية، القنوات الفولتية، هي عبارة عن قناة، هي عبارة عن بروتين ضمني يتوغل ضمن طبقة الفوسفوليبيد. إذا غشاء التلاكويد نحو غشاء التلاكويد لكي يكون فيه نواقل الإلكترونات ضمن طبقات الفوسفوليبيد هو أكيد من طبيعة بروتينية، إذا فالنواقل هي بروتينات تنقل ضمنية، تكون بشكل عمودي أو ضمن طبقة الفوسفوليبيد أو داخل طبقة الفوسفوليبيد، تقوم بنقل إما الإلكترونات أو تنقل الإلكترونات والبروتونات. المكون الأخير هو الكرية المذنبة أو الأتيبي سنتيتاز، هي أيضا بروتين وهو أنزيم طبعا، والبروتين أو أنواع البروتينات ودورها يختلف، إما أن يكون بروتين بنائي يدخل في بناء العضية مثل البروتينات التي نجدها في الغشاء الهيولي، نحن نعرف أن الغشاء الهيولي يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات، أو يكون تنظيمي مثل الهرمونات وكذلك مثل الأنزيمات التي تدخل في التفاعل. إذن الكرية المذنبة هي عبارة عن أنزيم ATP synthesis وأنزيم صناعة الATP. الآن إذا تطرقنا إلى الوثيقة 2 التي نتعمق في دراسة بنية النظام الضوئي، ما هو النظام الضوئي؟ لاحظوا معي النظام الضوئي في الصورة في الوثيقة، لاحظوا أن النظام الأنظمة الضوئية الأول والثاني ويتوغل في غشاء التلاكويد. إذا كبرنا غشاء التلاكويد سوف نجد أنه نفس مكون الغشاء الهيولي، يتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، سوف نجد أن هذا النظام الضوئي يتوغل ضمن طبقتين الفوسفوليبيد. من الذي يسمح بهذا التوغل؟ هو البروتين أكيد، لذلك هو يتكون من وعاء بروتيني، صح التعبير، يتكون من بروتين يحيط
بأصبغة الإخضور وأصبغة أشباه الجزريل، بحيث أن أصبغة الإخضور هذه التي الحساسة للضوء التي تتفاعل بمجرد مطرطة معها الفوتونات الضوئية تتوزع ضمن المعقد البروتيني. مع العلم أن المعقد البروتيني هنا عنده دور بنيوي وكذلك عنده دور آخر سوف نذكره فيما بعد في تفاعلات التركيب الضوئي. هذه الأصبغة تكون منتظمة داخل المعقد البروتيني، لذلك سمي بنظام، نظام ضوئي أول، نظام ضوئي ثاني. أي نظام مهما كان، سواء كان نظام بيئي، نظام خلوي، سواء كان نظام ميكانيكي، مثلا المحرك السيارة، خلنا إذا لكي نقارب الصورة لكي نتخيل أفضل، المحرك السيارة عبارة عن منظومة، عبارة عن نظام، لأن كل نظام هناك نقطة ننطلق منها أو تشغل هذا النظام تؤدي إلى عمل هذا النظام، وكذلك نقطة نفس النقطة تؤدي إلى إقفاله لأنه ينطلق من نقطة إلى نقطة البعض. إذن يجب أن تكون هذه الأصبغة داخل النظام الضوئي أصبغة منتظمة مثل ما هو موجود في النظام الضوئي الأول وفي النظام الضوئي الثاني. سوف نجد ما بين هذه النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني مجموعة من نواقل الإلكترونات ونواقل البروتونات، طبعا بالإضافة إلى الكرية المذنبة أو الـ ATP سنتيتاز. بعد ما تعرفنا عن مكونات الصانعة الخضراء، عن بنية الصانعة الخضراء وكذلك على طبيعتها الكيميائية، نتعرف على طبيعة التفاعلات التي تحدث على مستوى هذه العناصر التي تكون الصانعة الخضراء، على مستوى الحشوة، على مستوى غشاء التلكوين. ما هي طبيعة هذه التفاعلات؟ لماذا هناك تنوع كبير في تركيب الحشوة حيث تختلف عن تركيب غشاء التلكوين؟ إذا هناك تنوع أو هناك طبيعة كيميائية أو تفاعلات كيميائية مهمة. المعادلة العامة لعمل التركيب الضوئي، مثلا إذا أردنا نصنع جزيئات جلوكوز، عندنا 6 CoD زائد 12 أشلوزو جزيئات ماء، وجود الضوء الأخضر طبعا بالإضافة إلى الأنزيمات ولو أنها غير مذكورة هنا، سوف نتحصل على جزيئات جلوكوز 6 أشل 12 أو 6 زائد 6 جزيئات أكسجين زائد 6 جزيئات ماء. سوف نلاحظ نوعان من التفاعل هنا، التفاعل واحد والتفاعل اثنين. التفاعل واحد هو تفاعل أكسدة. أكسدة ماذا؟ أكسدة الماء إلى أكسجين. عندك 12 جزيئات ماء سوف تحرر 6 جزيئات غاز الأكسجين، عفوا ثاني الأكسجين للتصحيح وليس الأكسجين. إذن التفاعل هذا هو يتم فيه تفكيك جزيئات الماء، 12 جزيئات ماء حتى نحرر منها، حتى يتحرر منها الأكسجين. لذلك الأكسجين هو من نواتج عملية التركيب الضوئي. تفاعلات الأكسدة هو تفاعلات تفكيك، تفاعلات فقدان، تفاعلات إنتاج مركبات مجزأة أخرى. التفاعل الثاني اللي هو يحدث على مستوى جزيئة أو على مستوى ثاني أكسيد الكربون اللي هو غاز الكربون، سوف نلاحظ أنه يتم إرجاع الغاز الكربون إلى المادة العضوية اللي هي C6H12O6. هنا تم دمج في هذا التفاعل، هو تفاعل إرجاع، تم دمج مكونات ثاني أكسيد الكربون في المادة العضوية، أو تم دمج الكربون في المادة العضوية، لأن احنا الصيغة الكيميائية للمادة العضوية هي C6H12O6. من أين أتى هذا الكربون؟ من أين أتى هذا الهيدروجين؟ من أين أتى هذا الأكسجين؟ إذن الكربون مصدره ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين مصدره أيضا ثاني أكسيد الكربون، 6 جزيئات ثاني أكسيد الكربون تعطينا جزيئة جلوكوز واحدة فيها 6 ذرات كربون. الهيدروجين من أين جاء؟ جاء من أكسدة الماء. لاحظوا معي، إذن هناك نوعان من التفاعلات، تفاعل إرجاع هي يتم فيه إرجاع ثاني أكسيد الكربون في المادة العضوية، تفاعل أكسدة هي تم فيه أكسدة جزيئة الماء وتم تحرير ثاني أو ثنائي الأكسجين أو غاز الأكسجين. هنا يمكن أن نقول أن تفاعلات تركيب الضوء هي تفاعلات أكسدة وتفاعلات إرجاع. ما مقر تفاعل الأكسدة وما مقر تفاعل الإرجاع؟ مقر تفاعل الأكسدة هو غشاء التلكوين، ومقر تفاعلات الإرجاع هي الحشوة. تمثل الوثيقة 3 صفحة 179 تركيب تجريبي يوضح لنا مراحل عملية التركيب الضوئي، تفاعلات عملية التركيب الضوئي. إذا عندنا شكل واحد، شكل اثنين، شكل ثلاث. الصانعة الخضراء هي مقر عملية التركيب الضوئي، بالضبط هي غشاء التلكوين والحشوة. سوف تحدث فيها مرحلتين مهمتين، هي مرحلة مراحل عملية التركيب الضوئي. لما نأتي بالصانعة الخضراء ونضعها في الضوء لكن في غياب ثاني أكسيد الكربون، سوف نلاحظ هناك انطلاق الأكسجين بوجود الضوء، وفي غياب ثاني أكسيد الكربون سوف نلاحظ انطلاق الأكسجين، لكن لا يحدث تثبيت CoD طبعا لأنه غائب، ولا يحدث تركيب المادة العضوية أو تركيب السكر. شكل 2 عندما نضع الصانع الخضراء في الظلام، يعني ناحية الضوء، لكن
نوفر ثاني أكسيد الكربون، ماذا يحدث نتيجة ذلك؟ سوف يتم تثبيت السي او دي وتركيب السكر، لأن نتيجة حتمية إذا تم تثبيت السي او دي سوف يتم إنتاج وتركيب السكر. في الشكل الثالث نوفر كل الظروف، ضوء، ثاني أكسيد الكربون، ماذا يحدث؟ سوف ينطلق الأكسجين ثم يتم تثبيت السي او دي ثم يتم تركيب السكر. من هذه أو من هذا التركيب التجريبي سوف نستنتج مرحلتين أساسيتين تمثلها الشكل واحد والشكل اثنين. الشكل واحد اللي هي تمثل مرحلة ألف هي نسميها بالمرحلة الضوئية أو المرحلة الكيموضوئية، يتم فيها انطلاق الأكسجين. الشكل اثنين اللي هي تمثل مرحلة ثانية اللي هي مرحلة ظلامية أو المرحلة الكيموحيوية، ويتم فيها تثبيت السي او دي وتركيب السكر. ما هي شروط كل مرحلة؟ من خلال الشكل واحد والشكل اثنين نستنتج شروط كل مرحلة. المرحلة الكيموضوئية اللي هي ضوئية تتطلب وجود الإضاءة أو الضوء، شرط أساسي، وكذلك اليخضور حتى يتم فيها انطلاق الأكسجين أيضا. المرحلة الكيموحيوية اللي هي الظلامية تتطلب توفر السي او دي لكي يتم تثبيته وتركيب السكر، لكنها لا تتطلب الضوء. لكن يجدر الإشارة أن يمكن المرحلة الكيموحيوية أو الظلامية عفوا أن تحدث في الضوء عادي، لأنها ليس شرط أساسي من شروط هذه المرحلة. إذن كخلاصة، مرحلة تركيب الضوء أو مرحلة تركيب الضوء هي مرحلتين، مرحلة كيموضوئية تتطلب الإضاءة وتحدث على مستوى غشاء التلكوئي ويتم فيها انطلاق الأكسجين ويجب أن تتطلب اليخضور أيضا. المرحلة الكيموحيوية أو الظلامية هي مرحلة تحدث في الحشوة ويتم فيها تثبيت السي او دي وتركيب السكر، وتتطلب أو الشرط الأساسي لحدوثها هو وجود ثاني أكسيد الكربون. كخلاصة لهذا الفيديو، يمكن أن نقول أن مقر الصانع مقر التركيب الضوئي على مستوى الصانع الخضراء حيث تحدث مرحلتين من التفاعلات الكيميائية الحيوية، تفاعلات أكسدة وإرجاع. مرحلة كيموضوئية تتطلب ليخضور الضوء يتم فيها انطلاق الأكسجين، مرحلة كيموحيوية تتطلب السي او دي يتم فيها تثبيت السي او دي وإنتاج السكر. تتميز الصانعة الخضراء ببنية حجرية مقسمة كالفراغ بين الغشائين كالحشوة وكذلك كتجويف التلكوئي. هذا باختصار ما يمكن أن أقوله حاليا في هذه الحلقة الثانية. لا تنسوا الاشتراك في القناة، أيضا لا تنسوا أن تفعلوا جرس الإعدادات، جرس الإنذارات، لا أعرف، جرس الإشعارات حتى تأتيك إشعارات بالفيديوهات الجديدة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.